أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها مصير الجولة الثانية من مشاورات الكويت والسيناريوهات المحتملة. توشك المهلة المحددة للجولة الثانية من المشاورات على الانتهاء، ولا ملامح حتى لاتفاق بين الفرقاء، بل يظل الحديث عن مراوحتها في المربع الأول، وهو المعطى السائد على ضوء التعثر القائم. وسبب يقول الوفد الحكومي هو إصرار وفد الميليشيا على ربط كل المناقشات برؤيتهم لمسار الحل السياسي. في خفايا هذا الربط تكمن عقدة المشاورات، فوفد الميليشيا يريد التوافق على شكل السلطة الانتقالية، فيما لا يزالون يسيطرون على المدن ومؤسسات الدولة بأسلحتهم الثقيلة. السيناريوهات التي يرسمها الانقلابيون لا تعكس رغبة حقيقية لديهم في السلام، الدليل هو إعلانهم عن تشكيل ما اسمه مجلس سياسي أعلى لإدارة البلاد، وهو ما اعتبره رئيس الوفد الحكومي في المشاورات عبد الملك المخلافي انقلاب جديد، مطالبا المجتمع الدولي بإدانته وتحميلهم مسؤولية إفشال المشاورات. كما أوضح المخلافي أن الانقلابيين أضاعوا فرصة السلام التي كان يحتاجها اليمن وشعبه، وأصروا على إفشال مشاورات السلام، وطلب الوزير المجتمع الدولي بإدانة الانقلاب الجديد على الشرعية الدستورية والأممية وتحميل تحالف الحوثي صالح مسؤولية إفشال المشاورات. مصير الجولة الثانية من مشاورات الكويت والسيناريوهات المحتملة وإعلان الحوثيين تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد هو موضوع حلقتنا من زوايا الحدث، لكن مشاهدينا قبل البدء بالنقاش نشاهد هذا التقرير. يصل هواء الكويت إلى اليمن ساخنا تماما بعدما عبدت المفاوضات الطويلة الطريق بين البلدين بالوهم وبالأسئلة. ليس مفاجئا أن تنسد طرق التوصل إلى حل فتتراجع عجلة الجولة الثانية من المشاورات إلى الخلف في بلد يوشك على نعيها، بحسب ما جاء في حديث أمير دولة الكويت خلال قمة نواكشوط. إن مما يبعث على الألم أن المشاورات السياسية التي استضافتها بلاد الكويت وعلى مدى أكثر من شهرين لم تنجح في الوصول إلى اتفاق ينهي ذلك الصراع المدمر. لم تحترم مهلة الجولة الثانية المحددة بأسبوعين ولن تنتهي هنا في هذا التاريخ، فالقوى الدولية مصرة على تمديدها لأسبوعين آخرين وفق ما يدور خلف الكواليس. هل سيقبل الوفد الحكومي بفكرة التمديد هذه المرة، وهو الذي اشترط تزمين الجولة الثانية بأسبوعين فقط وأبدى عدم قابليته للاستمرار أكثر من هذه المهلة؟ سؤال قد لا تبدو الإجابة عليه عسيرة أو ضبابية، فالمؤكد أن الجميع سيخضعون لرغبة القوى الدولية في التمديد أو إعلان صافرة النهاية. تفيد الأخبار الواردة أن الوفد الحكومي يتمسك برفض التمديد ما لم يقدم المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد ضمانات جديدة من الميليشيا بتنفيذ تفاصيل القرار 22/16، وهو موقف شددت عليه الحكومة منذ الجولة الأولى من مشاورات جنيف، لكن هذا الموقف لم يضع حدا لمراوغات وتصلب ميليشيا الحوثي والمخلوع. يدرك العارفون كيف أنهم يعملون على إرهاق الطرف الحكومي والوسيط الدولي، فيما تواصل ميليشياتهم الترتيبات على الأرض. وفي سبيل ذلك راج الاستخفاف بضوابط المشاورات والمرجعيات، لكن في أسباب السياسة الموضوعية ما يمكن أن يفسر برأي كثر. ليس فقط هذا التجرؤ والتعنت، بل نسل الحقائق وصولا إلى مواقف بعيدة عن الواقع. وحده مآل دولي تخفف أخلاقيا حتى صغرت معه المأساة اليمنية من إنهاء الانقلاب إلى محاولة شرعنته، يمكن أن يحمل وفد الميليشيا على بلوغ غرور سياسي. بينما الملايين في الداخل عالقون ومكتئبون بعد أن نزف الواقع من بين أصابعهم حد الكفاية، فهم لا ينتظرون حلا يستخلصونه من دمم الدول صاحبة القرار بوضع حد لمأساتهم. يفهمون إذن كيف تعبر الجولة الثانية من مشاورات الكويت بخفة السراب كما عبرت سابقتها. إذن مشاهدينا، بداية ينضم إلينا من الكويت مراسل أو موفد قناة بلقيس الزميل والع الجابري. والع، مساء الخير. أهلا وسهلا. والع، ضعنا في أجواء المباحثات الجارية بين الأطراف في الأسبوع الحاسم للجولة الثانية من هذه المشاورات.
نعم شادي، ربما اليوم كانت بدأ جدول الأعمال لولد الشيخ بعد عودته بعقد لقاءات في مع مجموعة سفراء الدول الثمانية عشرة ولقاء وجلسة مع الوفد الحكومي ووفد الميليشيا، ومن المفترض أنه الآن يجري جلسة مع وزير الخارجية الكويتي. لكن نعم. ما أود الإشارة إليه هنا أنه قبل الآن بلحظات كان هناك الحديث يصب في إمكانية تمديد المشاورات لأسبوع وما إلى ذلك، لكن الآن بعد إعلان الميليشيا تشكيل مجلس سياسي أعلى تحولت الأحداث وتحول الخطاب بشكل أساسي إلى متى سينسحب الوفد الحكومي من المشاورات. ردود فعل الحكومة تجاه هذا الإعلان كانت، هناك وزير الخارجية صرح بأنه طالب المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيا لتنفيذ التزامات القرار الأممي 2216، وأيضا بإدانة الانقلاب، وحمله مسؤولية إفشال المشاورات. أيضا الوزير عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان قال إن هذا الإعلان هو انتحار سياسي. الوفد الحكومي هنا بحسب ما وصلنا من بعض المصادر، يعني ولا حال نتوقع خلال الساعات القادمة موقف حازم من قبل الوفد الحكومي في المشاورات. نعم هذا ما سيتم بحسب مصادرنا بالوفد الحكومي، بأنه سيكون هناك اجتماع بعد ساعة من الآن، تقريبا الساعة الثامنة سيكون هناك اجتماع للوفد وسيقرر ما الذي سيتم عمله تجاه ذلك. نعم، فيما يتعلق بالمبعوث الأممي، هل تبين لديكم أن هناك موقف واضح للمبعوث والأمم المتحدة تجاه يعني هذا الإعلان لما اسمه المجلس السياسي لإدارة البلاد؟ لم تصلنا حتى الآن أي معلومات بهذا الخصوص، لأن ولد الشيخ ما زال هناك، كان يجري اللقاءات مع الوفد الحكومي، وأيضا يفترض أنه الآن يلتقي وزير الخارجية الكويتي. بهذا الخصوص لم تصل أي معلومات عن رؤية ولد الشيخ من هذا الإعلان. نعم، إذن والع موفد قناة بلقيس إلى مقر محادثات السلام في دولة الكويت، كنت معنا من هناك، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا، سينضم إلينا معالي الوزير عثمان مجلي، عضو الوفد الحكومي في مشاورات الكويت، وأيضا سينضم إلينا من لندن المحلل السياسي الدكتور محمد جميح. نبدأ معك يعني معالي الوزير عثمان مجلي، يعني مساء الخير أولا. مساء النور. يعني معالي الوزير، أعلن الحوثيون عن تشكيل ما اسمه بمجلس سياسي لإدارة البلاد، ماذا يعني هذا الإعلان؟ يعني هذا الإعلان معناه واضح أنهم ماضون ومستمرون في مشروعهم الإنقلابي التدميري على الوطن اليمني شعبا وأرضا، وأنهم رافضين القرارات الأممية وكل المساعي من أجل إحلال السلام في يمننا الحبيب، وهذا شيء ليس غريب عنهم، فمشروعهم هو مشروع يعني ما بدؤوه إلا لأجل أن ينتهوا، إذا لم يعني يقف الشعب اليمني وكل القوى الخيرة في الإقليم لوقف هذا المشروع الطائفي القذر. نعم، وزير الخارجية اعتبر يعني هذا الإعلان انقلاب جديد وأيضا آخر مسمار في نعش المشاورات، يعني هل ننتظر خلال الساعات القادمة موقف حازم أو يعني موقف حاسم للوفد الحكومي في يعني مقابل هذه الخطوة التصعيدية للانقلابيين؟ بالنسبة للانقلاب، يعني هو انقلاب من شهابك هم قد انقلبوا، ولكن الانقلاب ليش علينا نحن، فهم قد انقلبوا على الشعب وعلى الحكومة وعلى الشرعية وعلى الدستور وعلى الكل في صنعاء في 2014، ولكن هذا انقلاب على العالم وعلى المجتمع الدولي وعلى الأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن وعلى المجتمع الإقليمي، وتحدي واضح للقرارات الأممية الملزمة لهم بالخروج من المدن وتسليم السلاح. هذا تحدي واضح لكل من يدعو إلى السلام وكل من يريد أن يتعاون مع المجتمع اليمني في إحلال السلام. نعم، لكن هل سيؤثر هذا الإعلان على مسار المشاورات؟ المشاورات بالنسبة لها هي تعتبر شبه يعني منتهية، لأنه حددت من قبل المضيف ومن قبل المتحدة بأسبوعين، واليوم نحن قد نكون اليوم أو قد في آخر يوم من أيام المشاورات، ونحن نعرف أنه لا جدوى من المشاورات مع هذه الميليشيات التي خرجت من الكهوف لا تعي ولا تملك إلا ثقافة القتل
والاعتداء والتخريب والتدمير، فعند وصولها الى صنعاء وامتلاكها لسلاح الجمهور اليمنيه بكامله واستيلائها على مقدرات اليمن من سواء مقدرات ماليه وسلاح وما الى ذلك، فلا تتخلى عنه الا بالاجبار. علينا جميعا مع المجتمع اليمني وكل الخيرين في المنطقه ان نتعاون في اجبار هذه الفئه الباغيه الى 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 الخروج من صنعاء ومن كل المناطق. نعم معالي الوزير، يعني يدور الحديث عن مساعي دوليه للتمديد لتمديد هذه المشاورات، يعني هل هذا وارد؟ يعني اعتقد ما مش قبول هذا الكلام. يعني هل يريدوا مننا ان نشرعن الانقلاب؟ انقلابهم هذا واعلانهم هو معناه اما ان تشرعوا لنا الانقلاب والا فنحن سنشرع انفسنا بالقوه، هذا معنى الاعلان حقهم. ومن يريد ان يتفاوض معهم فليمشي في هذا النسق، وهذا ما لن نقبل به ولن نرضاه مهما كانت الظروف ومهما كانت الضغوطات. يعني فكره التمديد غير وارده او غير مقبوله على الاطلاق؟ الى حتى الان صراحه لم نبلغ من الامم المتحده او من الدوله المقيمه باي شيء، حتى واذا بلغتم هذا خارج نطاق معالي الوزير، واذا بلغتم خارج نطاق يعني ما تم الاتفاق عليه، فاي طرف الحق ان يقول لا، فنحن لسنا مع التمديد. نعم معالي الوزير، واذا بلغتم بطلب التمديد هذا انهى معنى المشاورات تماما. كيف تشاوره هو بان على الارض شيء ثاني وعلى المستوى السياسي شيء اخر عكس ما يتكلم به؟ نعم يعني خطوات تصعيديه، وايضا اذا بلغتم من قبل المبعوث الاممي يعني وجهة نظر المجتمع الدولي أو طلب من المجتمع الدولي بمسألة التمديد، هل ستقبلون؟ أول شيء نسمع من المجتمع الدولي رأيه في هذا الانقلاب الذي تم عليه على المشاورات وعلى القرارات الأممية. كيف يتكلم عن المشاورات والطرف الانقلابي انقلب على القرارات الأممية وليس علينا؟ ما علينا قد انقلب في الفترة الماضية وقد يذبحنا، أما هذا قد يعني يذبح المجتمع اليمني في كل مكان. هذا انقلاب على القرارات الأممية، أول شيء يتفاهم هو المجتمع الدولي قبل أن يجوا يكلمونا في أي شيء. نعم إذا تكرم بالبقاء معنا معالي الوزير. نذهب إلى المحلل السياسي الدكتور محمد جميح. دكتور مساء الخير. هلا مساء النور دكتور. يعني توشك الجولة الثانية من المشاورات على الانتهاء وثمة مساعي دولية لتمديدها بالزمن مع خطوات تصعيدية ينهجها الانقلابيون، ماذا تقرأ في هذه المعطيات وأيضا التطورات؟ أنا في البدء أحييك وضيفك الكريم معالي الوزير عثمان مجلي والمشاهدين. أهلا بك. أنا أتصور أعتقد أن هذه الخطوة لا تعدو كونها خطوة عدمية انتحارية لا تفترق أو تختلف كثيرا عن الإعلان الدستوري أو الإعلان الانقلابي الذي كان يوم 21 سبتمبر من عام 2014. الخطوة تنم عن ضحالة سياسية، تنم عن عدم إدراك للموقف الدولي والموقف الإقليمي، تنم عن نوع من التهور غير المحسوب، تنم عن أن هذه الجماعة بدأت تفكر بتفكير بطريقة انتحارية، لأنه اليوم يعلنون عن تشكيل أو عن النية لتشكيل، دعنا نقول النية لأنهم لم يعلنوا عن المجلس، إنما أعلنوا عن اتفاق لتشكيل المجلس. نعم. فإذا ما صدق هذا الاتفاق فمن سيعترف بهذا المجلس من دول العالم؟ إيران ذاتها التي تدعمهم لا تجرؤ أن تعترف بالوضع الحالي، كيف تعترف بوضع آخر؟ يرسلون سفراءهم إلى دول تعد أو أنظمة تعد حليفة لهم فيرفض هؤلاء السفراء لأنهم ليسوا شرعيين، وبالتالي أعتقد أنهم سيواجهون صعوبة كبيرة إذا ما أقدموا على هذه الخطوة، لأنهم حتى هذه اللحظة أعلنوا عن اتفاق وليس عن مجلس. نعم دكتور، لكن أنا أتصور أن هذه الخطوة، نعم. دعني أكمل هذه النقطة لأنها مهمة، أتصور أن إعلانهم بهذه الخطوة، قيامهم بهذه الخطوة هو مجرد نوع من رد الفعل على الموقف الحكومي الذي طالب بوجوب التنفيذ الحرفي للقرار الدولي، وهو رد أيضا على ولد الشيخ الذي كان واضحا معهم بضرورة الالتزام بالقرار الدولي بتراتبيته المعروفة وبتسلسل نقاطه الخمس التي صاغها ولد الشيخ، وبالتالي هم أرادوا نوعا من التشدد من أجل أن يلينوا الموقف الدولي ومن أجل تليين أيضا الموقف الحكومي للوصول إلى حل فيما يخص القرار الدولي بالبدء بالنقطة الخامسة قبل النقطة الأولى الخاصة بانسحاب المسلحين والميليشيات وتسليم الأسلحة. هذا ما أتصوره، نعم. وما أعتقده، لأنه لا يمكن أن يقدموا على خطوة مثل هذه تشكل في الفضاء في الفراغ دون أن يكون لها أساس معين أو اعتراف دولي من الخارج.
نعم، تكرم بالبقاء معنا دكتور. نعود بالسؤال إلى معالي الوزير عثمان مجلي. يعني معالي الوزير، إذا ما فشلت المشاورات وأصر الانقلابيون على الاستمرار في التصعيد، ما هي خياراتكم؟ تكرر السؤال يا أخي، ما ركزت عليه. يعني كنت قد سألتك، يعني إذا ما فشلت هذه المشاورات واستمر الانقلابيون في التصعيد، ما هي خطواتكم أنتم، أو ما هي يعني ما الذي ستقومون به، يعني ما هي الخيارات؟ الخيارات بالنسبة للمشاورات، أولا يا أخي العزيز، هي من بدايتها فاشلة، لأنه لم تسمع يوما ولم أسمع إلا إذا حسم غيري ولا نداري أنهم التزموا صراحة وعلنا بالقرارات الأممية، بقرارات 2016 وبالمبادرة الخليجية هو الاتنين وفرية الحوار الوطني، لم يقبلوا بإلغاء إعلانهم المزعوم هذا. نعم. فهي كلها مراوغة، يعني كما علموهم أسيادهم الإيرانيين واللبنانيين هذا حق حزب الله، كيف يستطيعوا يمرقوا بركب حقهم، لا يقولوا لا ولا يقولوا تمام، لا حقهم قائلين لا وأعمالهم على الأرض تدل على ذلك. أما الخيارات فخيارنا الصبر والمتابعة، وسنقف إلى جوار أبناء الجيش الوطني القوات المسلحة الشرعية والمقاومة، ونشد على أيديها ونقف معها بكل ما أوتينا، وليس لنا خيار إلا أن نطهر بلادنا ونحرر أرضنا المغتصبة من قبل هذه الميليشيات، وتحرير مؤسسات الدولة بأي أسلوب كان، سواء إنها بالقوة والمقاومة والتوكل على الله بسم الله الرحمن، أو يعني وهو أمر ضعيف أن ينصاعوا إلى يعني إذا ما فشلت هذه الجولة سيكون الخيار هو الخيار العسكري، أم سننتظر إلى يعني جولة ثالثة من المفاوضات؟ حقيقة ونصدق مع أنفسنا لا بد منها، وندعو كل الشرفاء من المجتمع اليمني إلى الوقوف إلى جانب المقاومة والجيش الوطني. نعم، إذن أشكرك معالي الوزير عثمان مجلي، عضو الوفد الحكومي في المشاورات، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت، شكرا جزيلا لك. نعود إلى المحلل السياسي الدكتور محمد جميح. يعني دكتور، من الواضح أن الحوثيين وحليفهم المخلوع يتوجهون نحو خيارات تصعيدية لا تتفق مع خيارات السلام، آخرها هو الإعلان على ما اسمه تشكيل مجلس سياسي أعلى. ما الذي يشجعهم على الاتجاه نحو هذه الخيارات برأيك؟ أنا كما قلت، يعني لا أعتقد أن هناك بوادر تشجيع لهم، إنما هي المسألة هي نوع من الضغط الذي يمكن أن يتنازلوا عنه ويتراجعوا عنه في أي لحظة، من أجل أن يقولوا ها نحن قد تنازلنا، لما لا يتنازل الوفد الحكومي، بمعنى أنهم يعقدون العقد بأنفسهم ثم يحلونها مقابل أن يتنازل الوفد الحكومي عن عقد لم يعقدها الوفد الحكومي وإنما عقدها القرار الدولي، بمعنى أنهم يريدون أن يتنازلوا الوفد الحكومي عن القرار عن جوهره، لأنهم يريدون إعادة إنتاج معاني القرار الدولي وتفسيراته بما يتواءم ويتلائم مع مصالحهم هم، وبما يشرع للانقلاب بتشكيل حكومة يكونون هم شركاء فيها، مع احتفاظهم بالسلاح واحتفاظهم بطاقم كبير بالآلاف من الجهاز الإداري الذي عبأوه بالميليشيات. لكن أنا أعتقد أن الآن الكرة في مرمى الحكومة، هذه الحكومة يجب أن تثبت للناس في الداخل بأنها حكومة قادرة على أن تأخذ بزمام المبادرة، يجب أن تأخذ بزمام المبادرة من ناحية العسكرية، من ناحية الإدارية، من ناحية الاقتصادية. يعني في تصوري أن كثيرا من عوامل تأخر النصر لا ترجع إلى قوة الحوثي ولا إلى قوة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وإنما ترجع إلى تشرذم وفد، ليس الوفد إنما تشرذم معسكر الشرعية والخلافات التي تعصف به، والفساد أيضا دعنا نقول الذي ينخر في كثير من من المنتمين إليه، سواء كان على مستوى الجيش أو على مستوى الجهاز الإداري في الدولة التابعة. نعم. يعني يفترض أن يكون هناك هم وطني، يكون الموجودون في معسكر الشرعية على مستوى هذا الجرح المالي، يعني لا يجب أن تستمر مسألة لا حرب ولا سلم أو مسألة لا تفاوض ولا حسم عسكري أكثر مما هي عليه الآن. يفترض أن يكون هناك نوع من التنسيق وأن يكون هناك نوع من الإرادة. نعم. وأن تعطى الأمور يعني بشكل حدي وبشكل واضح، وأنا أعتقد أن الحل العسكري يتبدى يعني بشكل واضح بعد هذه الخطوة، وليس أمام الناس إلا أن يدافعوا عن بلدهم وأن يستردوا من أيدي. نعم. هذه الميليشيات. نعم، لكن دكتور، يعني أنت كنت قد تحدثت عن أن بما يتعلق في ما اسمه بالمجلس الرئاسي لإدارة البلاد،
أنه لن يكون هناك استجابة من المجتمع الدولي؟ يعني البعض يتساءل في ظل هذا التدليل الذي تلاقيه الميليشيا من قبل المجتمع الدولي، يعني يقول البعض قد يمر يعني هذا الإعلان ويعني ويكون جزء من الواقع. لا، لن نغير من شيء، لن يجرؤ المجتمع الدولي على الاعتراف بسلطة الأمر الواقع أو الاعتراف بالانقلاب، هذه ستكون سابقة في يعني أنا أتكلم عن المجتمع الدولي، أتكلم عن الأمم المتحدة، وهذا ما لا يمكن أن يكون، يعني أن تعترف بسلطة انقلاب هي تضع نفسها في حرج أمام الشرعة الدولية، أمام القوانين الدولية، أمام الميثاق الدولي الذي توافقت عليه هذه المجموعة، مع أننا طبعا لنا ملاحظات كبيرة واضحة على أداء المجموعة الدولية والأمم المتحدة في الملف اليمني، لكنها لم تصل الأمور بها إلى هذا الحد. وبالتالي الذين أعلنوا عن هذه الخطوة هي خطوة إعلامية، خطوة للفت الانتباه، خطوة يريدون بها أن يتنازلوا عنها فيما بعد من أجل أن يكسبوا تنازلا من الحكومة، هذه على الأقل وجهة نظري الشخصية. لكن يظل الميدان هو الحاسم، هو الذي يحسم الحكومة، إذا حسمت أمرها فإنها يمكن أن لا تلتفت إطلاقا إلى هذه الخطوة وأن تتجاهلها بشكل تام. الحوثيون حتى وإن لم تكن هذه الخطوة، إذا ما تقدموا في الميدان فإنهم سيفرضون أنفسهم، ليسوا بحاجة إلى هذه الخطوة. ثم إن الخلافات موجودة أصلا بين علي عبد الله الصالح وبين الحوثيين، علي عبد الله الصالح يرفض حتى هذه اللحظة الاعتراف بالإعلان الدستوري، نعم، ولا يزال يصر على أن هذا الإعلان هو إعلان غير دستوري، وهذه حقيقة. الحوثيون أرادوا أن يحلوا مجلس النواب، وعلي عبد الله الصالح رفض حل مجلس النواب، وهاتان مشكلتان رئيسيتان أمام هذا التحالف من أجل إقامة مجلس رئاسي. نعم. لا أتصور إطلاقا أن يتم أن تتم هذه الخطوة، وإن تمت فستكون هناك إشكالات دستورية كبيرة وعوائق أيضا تكتيكية بين الطرفين، وعوائق أيضا على مستوى المصالح السياسية للطرفين، وإن استمر فلن يدوم، وإن أقيم فلن ندوم ولن يستمر. نعم. وبالتالي أنا لا أعتقد أنها خطوة مهمة بقدر ما هي خطوة إعلامية للشوشرة ولفت الانتباه من أجل كسب تنازل الحكومة عن تراتبية وتسلسل النقاط الواردة في القرار الدولي. نعم، المحلل السياسي الدكتور محمد جميح، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الآن الدكتور خالد آل هميل، الكاتب والمحلل السياسي السعودي. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا. يعني دكتور، في الوقت الذي يضغط المجتمع الدولي من أجل حل سياسي سلمي في الكويت، أعلن الحوثيون عن تشكيل ما أسموه مجلس رئاسي لإدارة البلاد، ما موقف التحالف من هذا الإعلان غير المسؤول؟ حتى الآن لم يعلن التحالف على حد علمي موقفا واضحا حيال إنشاء هذا المجلس، لكن في تقديري أن إنشاء هذا المجلس هو نسبة للمفاوضات. نعم. التي هي متربية وضعيفة وفاشلة مسبقا، هذا رأيي. هو عملية التفاف وورقة ضغط على دول التحالف وعلى الشرعية الدولية اتخذها المخلوع والحوث. وأعتقد أن هذا البيان الذي صدر من مخلوع والحوث لا يساوي الحذر الذي كتب به، ولكن وسيلة ضغط، محاولة ابتزاز. ولكن المشكلة تكمن في الشرعية الدولية والمثل للأمم المتحدة الذي يرعاها المنطقة. أعتقد أن الرجل غير جاد أو منحاز أو غير قادر بأي شكل إشكال على أن يكون له كلمة واضحة فيما يفعله الحوثي والمخلوع من قتل اليمنيين، من التفاف على المقاومات، من تبريد كل عمل دولي يعني يرى المجتمع الدولي انه فيه خير لليمنيين. يعني دكتور، ما هي الاسباب برايك؟ على الشرعيه الدوليه. الاسباب برايي انه ايران وامريكا في تنسيق كامل ضد الشرعيه وضد دول التحالف ومع الحوثي، هذا رايي الشخصي كتبته واعلن. الموقف الامريكي هو العله. الموقف الامريكي السري مع ايران هو العله. وينبغي على دول التحالف والشرعيه الدوليه أن تكون جادة وتتخذ قراراتها بما يخدم الشعب اليمني، بعيدا عن الضغوط الأمريكية الفرنسية البريطانية دول الاستكبار بشكل عام. نعم، هل يعني للتحالف رؤية فيما يتعلق بالملف اليمني أمام يعني أمام هذا أمام ما يجري أمام هذه التجاذبات كاملة الإقليمية والدولية؟ بعيدة عن رؤية التحالف حول ما يجري، أنا في تقديري الشخصي ورأيي الشخصي
أن أي مفاوضات مع الحوثي والمخلوع لن تؤدي إلى مكان، لن تؤدي إلى سلام في اليمن. كل المسألة دي أنها اللي يمكن لحين الحوثي، لكن التحالف معني بدرجة رئيسية، يعني السعودية معنية بدرجة رئيسية في الملف اليمني. خلي أكمل بسرعة. كيف؟ يعني التحالف والسعودية معنيين بدرجة رئيسية في الملف اليمني دكتور. هذا لا جدال فيه شك. أنا في تقديري المفاوضات لن تؤدي لشيء، التعامل مع الحوثي ومحاولة الوصول إلى السلام لن تؤدي لشيء. الموضوع يتطلب حسما عسكريا بدون استرجاع صنع العاصمة، بدون استرجاع قاعدة، بدون وجود الشرعية الدولية في هذه المدينتين. لن يكف الحوثي والمخلوع عن حربهما ضد الشعب اليمني. نعم دكتور. ولن تنفع أي مهادنة. نعم. ولن تنفع أي مفاوضات في هذا المجال. نعم دكتور، يعني الآن في ظل إيمان التحالف والشرعية بمحادثات الكويت. نعم دكتور. يعني دكتور في ظل الإيمان المطلق من قبل التحالف و يعني الشرعية بمحادثات الكويت بأنها المسار الوحيد للحل في لحل ما يجري في اليمن، يعني اليوم هناك تصعيد على الحدود مع المملكة، تصعيد كبير مع يعني مع استمرار هذه المشاورات، هناك أيضا انقلاب على هذه المشاورات من خلال إعلان ما اسموه بالمجلس الرئاسي، يعني إذا ما فشلت هذه المشاورات ما هو موقف التحالف فيما بعد فشل هذه المشاورات؟ أنا رأيي أن المفاوضات فاشلة من بدايتها إلى هذه اللحظة، وأنا رأيي أي مدد للمفاوضات هو تمكين الحوثي من استرجاع قوته واستعداد أرض تضاف اليمن بشكل عام وتطال السعودية على وجه الحدود على وجه الخصوص. هذا رأيي وأنا أعلنته وكتبته. نعم. أنا رأيي ينبغي على دول التحالف أن تدعم الشرعية وأن تذود عن الشرعية اليمنية بالتدريب والسلاح والعون العسكري ما استطاعت إلى ذلك، ثم وهي قادرة. هذه نقطة. ينبغي تحل الشرعية تصدير بترولها من حضرموت. لا أعرف ولا أفهم لماذا تمنع الشرعية من تصدير بترولها عبد حضرموت. لا أعرف لماذا. هل الحصار ورفض تصدير البترول للشرعية عبد حضرموت هو يصب في صالح المخلوع ويصب في صالح الحوثي؟ شيء عجيب. نعم. هل لأن أمريكا لا تريد ذلك؟ هذا شيء آخر. نعم، إذن أشكرك الدكتور خالد الهميل الكاتب والمحلل السعودي، كنت معنا عبر الهاتف. إذن مشاهدينا بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. لا يسعني إلا أن أشكر جميع ضيوفي، كان معي معالي الوزير عثمان مجلي عضو الوفد الحكومي في مشاورات الكويت، وأيضا المحلل السياسي الدكتور محمد جميح كان معنا من لندن، والشكر أيضا للدكتور خالد الهميل الكاتب والمحلل السعودي. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد الحلقة الزميل محمد القاسم، وأيضا تحيات جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى أترككم في رعاية الله.